مساء الخير مرحبا. طبعا بقلبي في كتير حب وشكر لكل هالمحبة وهي الحفاوة الرائعة، وهذا مو غريب على أهل المغرب. شكرا جزيلا. دائما بفكر انه ليش نحن كلياتنا بنحب نسهر الليالي ونشوف السماء ونتأمل بالنجوم ونحس أوقات إنه النجوم قريبة رغم إنه هي بعيدة، وهي النجوم بتبث بأرواحنا خيالات، أفراح، تعلق، أمال، رغم إنه هي النجوم بتكون نقاط صغيرة لأنها بعيدة، ورغم إنه هي النجوم ممكن تكون من صخور وأكيد فيها حفر وربما الكثير من الجفاف، لكن نحن بنشوفها بحبنا إلها، بنشوفها جميلة كما نشتهي وكما نحب. هاي النجوم نحن بنتوقع إنه هي متحركة ولكنها ثابتة، ولكن الأرض هي المتحركة ومن عليها هم المتحركين. لهيك نحن إذا كنا نجوم فالسبب هو الناس، إذا كان عندنا دور فالسبب هو الناس. أو فاعلين أو منتجين فالسبب هو الناس. كل ما نطمح وأطمح إليه إنه نحن نكون مرآة تعكس الضوء يلي جواتنا كلنا وجوات كل الناس. وبتمنى وبطمح إن يكون، إذا فرضنا أنني نجمة، بطمح إن يكون أو أقدر إن يضوي ظلام الليل قدر المستطاع وقدر الحب وقدر الشغف. سعادتي لا توصف اني مكرمه بالمملكه المغربيه الحبيبه. انا بشكر القائمين على المهرجان، مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف. هذا المهرجان الجدي والراقي والأنيق جدا. بتشكر القائمين عليه إدارة تنظيما عاملين. بتشكر المسؤولين والأفراد يلي سعوا جاهدين لحتى نكون موجودين وتسهيل إجراءات الدخول للمغرب يلي في شوق إلى كبير وإلي فيها من الذكريات والحنين الكثير الكثير. سكنت فيها فترة، سكنت بالرباط، سكنت بفاس، بمكناس، وأتمنى إنه أنا بالدار البيضاء، واتمنى انه انا ازور كل مدن المغربي، كل مدن المغرب، لانه فعلا مدينه او بلد ساحر، بلد عظيم. اليوم